إبراهيم عبادة، يعني لا تحذف الألف، إبراهيم عبادة، صح كده؟ بيقولوا عنك يا إبراهيم إنك أنت ما شاء الله عليك جميل أوي، أجمل صوت حبيته في المقرئين اللي أنت بتحب تقلدهم. بحب بصراحة يعني الشيخ المفضل ليا هو الشيخ مصطفى إسماعيل. طب ما عارف، ممكن تقول لنا آية واحدة له؟ ممكن مقطع واحد، يلا. قال تعالى نسقي حتى يصدر الرياح وأولى شيخ كبير. بس كده تعرف تقول لي مش ده حبيبك مصطفى اسماعيل، الشيخ مصطفى اسماعيل؟ ها قول الجملة دي. وإن جهنم
صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب، وما نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إن إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء وقضينا إليه